تعالي نشوف رأي الشارع المصري هيقول لنا ايه بقى في حكاية ميرفت النهارده. يلا بينا. هو انا شايفة ان هي ما ينفعش تحاول تاني، هي بقى لها 45 سنة بتحاول، فما ينفعش تحاول اكتر من كده. هو بيضربها وبيهنها، فشايفة ان كفاية محاولات. لو بلغت عنه اكيد هيجيب نتيجة، لاني عامة القانون دلوقتي واقف مع الست بنسبة كبيرة جدا، فهي في الاغلب هتجيب حقها، وهي عندها بنت كبيرة متجوزة وواقفة معاها، وعيالها التانيين هم الصغيرين. هو الغلط من اهلها ان هم من الاول ما سالوش عليه، لو كانوا سالوا ممكن يكونوا كانوا عرفوا. وحتى هي بعد الجواز انت عرفتي وقفي خلفه وخلاص سيبيه، لكن هي استمرت معاه بدافع الحب، اهلها ما نصحوهاش، هي كانت صغيره. هو المدمن ده عامه مرض، يعني هو في الاول في الاخر ربنا يشفيه، بس انا مش ذنبي ان انا عايش مع واحد مريض، المريض يتعالج مش عايش معي. هي مدبت لو ما بتحبوش ما كانتش استحملت كل ده، هو الحب دافع بس خلاص، مفيش حب يخلي الواحد يوصل للاهانه. انا لو مكانها انا عن نفسي هنفصل عنه، ما ينفعش تكمل مع واحد بيعملها بالاسلوب ده. لو هي تمسكت يبقى هي اللي بتيجي على نفسها. غلطه ان هي عارفه ان هو مدمن وابتدت تخلف منه كتير، كان يعني كان الافضل ان هي حتى تحاول تبتعد او تعمل اي حاجه ان هي ما تجيبش الاطفال دي كلها. صح ان هي تبتعد عنه او تبلغ فيه عشان تقدر تربي عيالها. الزوج المدمن لو عنده عزيمه ان هو يتعالج عشان خاطر اسرته وعياله ويقعد في مجتمع كويس ممكن يتعالج. انصح مرفت بانها تبتعد عنه وتحاول ايه بقدر الامكان ان هي تربي عيالها في مجتمع حلو عن كده يعني. والله هي في طبعا مآخذ عليها وفي مآخذ عليه. المآخذ اللي عليها ان هي قبل ما تتجوزه ما سالتش عليه، ده اول حاجه. ثانيا هي لما عرفت استمرت على وضعها، ده في حد ذاته خطأ، لأن هي كان المفروض تعالج الموضوع يا إما بالرجوع لأهله يا إما بوضعه مصحة بأي حال من الأحوال. وهو غلطان طبعا، إن هو ما طبعا ما فيش صراحة من البداية إن هو مدمن أو حاجة زي كده، ما صرحهاش، ما حاولش إن هي تساعده وتعالجه. ولما مثلا تمادى وخلف وبقى عنده أولاد، المفروض كان يحط حد للموضوع ده، يلجأ لمصحة، يلجأ لدكتور، يعالج نفسه بأي طريقة، خصوصا إن بقى في أولاد. تبلغ عنه إيه؟ تبلغ عنه الشرطة مثلا؟ لا، هل هو عليه معلش هو المفروض ده مريض نفسي أو ده مريض بالإدمان، هو المفروض يدخل مصحة. تبلغ عنه مصحة نفسية أو تودعه مصحة نفسية، ده ماشي. طبعا في أولاد، الأولاد هم اللي بيشيلوا النتيجة للأسف السيئة اللي زي دي. بقدر الإمكان والله في وجه للإصلاح تحاول تصلحه، ما فيش وجه للإصلاح أو إنه يبطل وكده يبقى تنفصل. الزوج المدمن مش ممكن يتعالج، لأن الإدمان يعني ما بيتعالجش بسهولة. لا، ما مش هتستفاد حاجة لو بلغت عنه، لأن هي تبلغ تقول إيه يعني، هي ده اختيارها من الأول وتتحمل نتيجة اختيارها. أنصحها إن هي تسيبه، والأولاد هيكبروا وهيتعلموا كويس وهيعيشوا أحسن من غيره، لأن هو هيأثر عليهم بالسلب بعد كده. خلفت منه كتير وهي عارفة عيوبه، ده أكيد مش صح، لأن هي كان اختيارها غلط من الأول وكملت في الاختيار الغلط، وكمان ربطت نفسها بيه إن هي خلفت منه عيال. أنا مبسوطة جدا يا رحاب من رأي الشارع. أه جدا.